أكد سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الإشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على مواصلة تطوير العمل الحكومي من خلال تعزيز روح الإبداع والابتكار وحب التميز والإنجاز من أجل تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين والمقيمين. وأشار سعادته إلى أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة هو تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة. وأعرب الوزير خلف عن بالغ شكره وتقديره إلى صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تكريمه بلدية المنطقة الشمالية بفوز مراكز خدمة العملاء في عالي ومدينة حمد والبديع بالدرع الذهبي ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم 3/2021، مشيرا إلى أن تكريم سموه إلى البلديات يعد حافزا كبيرا للعمل دائما نحو تطوير الخدمات الحكومية، وهو محل فخر واعتزاز للعاملين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. من جهته أشاد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بجهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بحصول جميع مراكز خدمة العملاء في بلدية المنطقة الشمالية على الدرع الذهبي، مؤكدا ضرورة استمرارية التميز لدى هذه المراكز والحفاظ على أعلى درجات الجودة وتطوير الخدمات والإبداع وفقا الأهداف المنشودة لهذا البرنامج. الحمد لله اللي تشرفنا في الحصول على الدرع الذهبي من قبل صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ونحن فخورون في هذا الإنجاز، والإنجاز الأكبر هو خدمة المواطن وخدمة المقيم من خلال تقديم الخدمات البلدية المتميزة. نستطيع أن نوصل هذه الخدمات إلى المواطنين والمقيمين بكل يسر، وأن يكون هو حافز إلى بقية المراكز البلدية في الوزارة لتحذو هذه المراكز الفائزة الأربعة. طبعا يعني مسرور الحقيقة بزيارة مراكز البلدية الشمالية، ثلاث مراكز كلهم الدرع الذهبي، وهذه تميز يعني كبير، دليل على الجهد اللي بذلوه الموظفين وجميع العاملين، وطبعا المدير عام البلدية وعلى رأسهم توجيهات سعادة وزير الأشغال والبلديات. هذه هو توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الله يحفظه بتقديم خدمة متميزة بجميع المعايير الموجودة، من استقبال، من تعامل، من مرافق. توحيد تجربة العميل في المراكز الثلاثة باختلاف أحجامها كان تحدي كبير، وكذلك يعني حسينا بالانطباع وتأثر المتلقي الخدمة من مواطنين ومن مقيمين بجودة وتحسن وتميز الخدمة، تقديم الخدمة البلدية في هذه المراكز. لا شك أن هذا التكريم يعطينا حقيقة حافز كبير ودافع لتقديم أفضل الخدمات والتميز فيها، وأيضا ننظر حقيقة إلى ليس فقط لمراكز خدمات الأمامية، ولكن أيضا الخدمات المساندة الموجودة، لأن هذه المراكز الخدمات الباك أوفيس تكون مكملة حقيقة ودائمة إلى هذه مراكز الخدمة.